جوميز. في مين؟ جوميز طور شويه من اداء الزمالك، طور شويه من خط وسط الزمالك وخصوصا دونجا. وسط الزمالك قعد فتره ما بيزيدش، دلوقتي ابتدى الوسط بيزيد شويه. عمل تريكه لما ناصر لعب مع مصطفى شلبي، كان بيخلي ناصر يبقى قدام شويه بعدين يرجعه وسط الملعب، وشلبي هو اللي يبقى الجناح على طول. عمل حركه تبادل ما بين الاثنين في بعض الفترات. استخدم ناصر بشكل كويس في بعض المباريات. انا بشوف ان ناصر لعيب كويس جدا ومهم جدا في الزمالك، ولازم يستفيد بيه اكتر من كده. طور في اداء المسلوسي كمان، احنا بنشوف المسلوسي في الست ياردة وال18 بتاع الفريق المنافس، وده برضو ما كانش موجود. يعني جوميز ياخد كام من 10 مع حضرتك؟ لا يعني غلط حتى النهارده 7 من 10 مثلا امبارح. اسف امبارح يعني. طيب وعبد الله السعيد ياخد كام من 10؟ عبد الله لعيب جامد يا عم، انت حكايه عبد الله السعيد دي. ما هو لعيب جامد ياخد قدره كبير. ياخد 8 من 10 8 من 10 في ماتشاته الاخيره ابتدى يعني يظهر دوره شويه في الزمالك يعني. وفتوح المباراه الاخيره؟ لا فتوح لسه ما رجعش المستوى اللي كان عليه قبل فتره. يعني فتوح مفتاح مهم جدا لنادي الزمالك، مفتاح لعب مهم جدا لنادي الزمالك، وحتى لما بيغيب واذا غاب معاه زيزو كمان اداء الفريق الهجومي مش الدفاعي بقى كمان الهجومي بيتاثر. مين في منظومه الزمالك اللي ياخد 10 من 10 وفي دماغ حضرتك من غير سؤال؟ يعني في منظومه الزمالك ايه في الفريق يعني؟ كل حاجه كل حاجه منظومه الزمالك دي. مين تدي مين 10 من 10؟ اصل في دماغي حد. لا يعني ال 10 من 10 دلوقتي صعبه، بس انا يعني مبسوط شويه من مجلس اداره نادي الزمالك. تدي له كام؟ يعني 8 من 10 يستحقوا بصراحه، عاملين شغل رائع جدا، ولكن انا ادي جمهور الزمالك 10 من 10. لا انا الجمهور طبعا يعني ما بحسبتوش من ضمن المنظومه يعني، لكن الجمهور صاحبها. لا الجمهور يعني الجمهور طبعا، لا الجمهور بشكل عام لا هايل يعني. شفت حضرتك اللقطه بتاعت امبارح بعد ما حيوا الفرق بعد الهزيمه من سموحه؟ وقبل كده قبل كده يعني، هم جمهور الزمالك دايما بيبقى مساند بصوره ايجابيه حتى لما يحصل اي تعثر للفريق، ودي حاجه مهمه جدا، وكمان بيحضر بعدد كبير. شفت حضرتك ماتش الفولي فوز بنات الزمالك على شفت حضرتك الحماس ازاي والروح والجمهور اهلي وزمالك؟ بس عمر الاهلي والزمالك ما كان في الصالات في ماتش سيدات كان مع كده. مع السوشيال ميديا ومع التلفزيون ومع ومع طبعا ومع لا في طبعا جمهور كتير في حتى كره طايره وحتى كره سيدات. وهي دي الرياضه يعني، دي حلاوه دي حلاوه الاهلي والزمالك يعني، ده شيء طبيعي يعني. صح، منافسه بقت حلوه بينهم في اي حته. لا منافسه جامده. اللقطه دي بعد الماتش سموحه وقفنا عندها عجبتني قوي بصراحه. انا تعجبني الحاجات دي واقف عندها كتير، اقف عند السلوك بتاع الجمهور، اقف عند السلوك بتاع المدربين يعني. حتى ماتش ليفربول مثلا انا كنت قاعد بتفرج عايز اشوف براقب اتنين، صلاح ويورجن كلوب، عايز اشوف رد فعل الاثنين، اداء الاثنين، العلاقه ما بين الاثنين. لا شوف تصريحات كلوب بعد المباراة طبعا، شوف المثالية في القلب في القلب. لا شوف المثالية في التصريحات في التصريحات المثالية، لكن في القلب في القلب. لا أنا كلامه كلامه كله أن صلاح تألق، صلاح لعيب كبير جدا، صلاح عمل اللي هو لازم يعمله وبيعمله باستمرار، صلاح النهاردة عمل هدف. هو خبرات سنين معلم يا أستاذ حسن، معلم خبرات سنين يعني 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 بص خبرات سنين وثقافة كمان طبعاً.